أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. في دقائق قليلة بقيت لدينا حتى أتحاور مع حضراتكم وألفت الأنظار إلى قضية ألفت نظري، نظر نفسي أولا وأنظار السادة المشاهدين. قضية أحيانا كثيرة نعاني منها، وهي قلة البركة في النوم. يعني كثير من الناس بيقول إنه أنا بنام ولكن بصحى مكسر. الحقيقة أنا سأتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله في مرات مقبلة، عن كيف يمكن للإنسان، أو هذا كلام أقوله لنفسي قبل أن أقوله لأي أحد، كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من النوم بأكبر فائدة ممكنة على المستوى الروحي والنفسي والجسدي. ولكن اليوم أريد أن ألفت إلى قضية صغيرة جدا ولكنها مهمة جدا جدا. كانت السيدة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كانت دائمة الشكوى للرسول علي أو لزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها تريد خادما، تطحن الحب وتجلب الماء وتعمل أعمال كثيرة وهي تستدعي الخادم، وكانت دائمة الشكوى بأنها مرهقة متعبة، جسدها يتعبها، عضلاتها تتعبها، فكانت تشكو ذلك إلى زوجها، وزوجها لا يملك ما يحضر به الخادم. ذات يوم قال لها: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبيك، واطلبي منه خادما، أنا لا أستطيع أن أحضر لك هذا الخادم. فذهبت وطلبت الخادم من النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يجبها إلى ذلك عليه الصلاة والسلام أيضا، ولكنه لم يتركها حزينة ولم يتركها مرهقة ومتعبة. ذهب إليها وإلى زوجها ذات ليلة صلى الله عليه وسلم وقال لهما: يا فاطمة، يا علي، إذا أويتما إلى فراشكما فعليكما بالدعاء التالي، وهو دعاء أيها الكرام يمد الجسد بالقوة، فيشعر الإنسان بأنه يستيقظ من نومه صحيحا سليما قوي البنية. هذا الدعاء هو أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، لتصل بذلك إلى تمام 100. كثير من الناس ربما يشك ويقول: ما دخل التسبيح بقوة العضلات؟ ما دخل التسبيح بقوة الجسد؟ هذا كلام أيها الكرام لا يقوله إلا شخص لا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالله حق الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه حفظناه ونحن صغار، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء. فهذا الإيمان بالملائكة، هذا الإيمان بأن هناك ملك يمكن أن يبيت الليل يستغفر لي، ملك يمكن أن يبيت الليل وهو يدعو لي، هذا كله أليس بدعائي شخص لشخص يمكن أن يحفظ الله هذا المدعو له؟ أليس بدعاء شخص لشخص يمكن أن يفرج الله كدر ونكد وكبد شخصا معينا بالدعاء؟ ألا نؤمن بذلك؟ ألا نعايش ذلك؟ ألا نفعل ذلك؟ لماذا إذن لا نؤمن بأن هذا الدعاء وهذا التسبيح كفيل بأن يقوي أجسادنا وأن يجعلها ذات بنية قوية؟ إذن ما العلاقة بين الخادم الذي تريده السيدة فاطمة رضي الله عنها وبين هذا الدعاء؟ إنه قوة الجسد. نعم، لا أريد هذا اليوم، لا أريد إلا أن ألفت إلى هذه القضية المهمة، ألفت نفسي وألفت حضراتكم لها، أن إذا أوينا إلى فراشنا أن نقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، وأسأل الله قوة الجسد وقوة النفس والروح لكل واحد من حضراتكم ولكل من تحبون. صباح الخير وأعود